بسم الله الرحمن الرحيم. قبل المحاضرة أنا حبيت أن أنوه إلى شيئين. الشيء الأول، أني ضفت بعض الفيجرات أو بعض السلايدين إضافية اللي هي فقط بيكتشر فيجر. هاي الفيجرات هي للتوضيح، يعني لتسهيل عملية فهم المحاضرة وتكون أبسط. النقطة الثانية اللي حبيت أنوه لها أنه أنا أخرت تنزيل هاي المحاضرة على أمل أن أكبر عدد من الطلاب اللي ينسحبوا ويرجعون. للأسف ماكو، يعني العدد اللي زاد يمكن عدد قليل، يمكن أقل من 15 طالب انضافوا. طلاب، موضوع الـ يعني المحاضرات الإلكترونية الأونلاين، ترى هذا يعني أصبح موضوع عالمي، كل الجامعات بالعالم. وأني دزيت لكم، شفتوها بالجروب بالكلاس، جامعتي اللي أنا تخرجت منها، جامعة جلاسكو، واحدة من أكبر يعني أحسن الجامعات في العالم، يعني تصنيفها من 100 الأوائل في العالم، يعني تقريبا 65 تسلسلها بالعالم. قررت اليوم بأنه ماكو فيس تو فيس تيتشنج ات اول، يعني توقفت عملية التدريس يعني الفيس تو فيس بالكلاس وأصبحت أونلاين. فأرجو أن تتفهمون هذا الموضوع، وأرجو أن يعني تشجعون زملائكم الطلاب اللي خرجوا من الجروب أن ينضموا مرة ثانية للجروب، يعني للاستفادة، لأن إذا مشت السنة يعني أعتقد اللي ما دخلوا راح يخسرون. فيا ريت انه تفهموهم، احنا نحاول نساعدهم قدر المستطاع. فراح ابدي بالمحاضرة. بروتين ستراكشر، بروتين ست اسف طبعا بروتين ستراكشر digestion and amino acid metabolism، وراح ايضا ركز على اليوريا سايكل. ف the main role of amino acid is in the synthesis of structural and functional protein. Unlike carbohydrate and fat, there is no storage form of protein in the body. The non-essential خلي ارجع على هاي النقطة. Unlike carbohydrate and fat, there is no storage form of protein in the body. يعني إذا تناولنا كمية، إذا احنا نحتاج خلينا نقول 100 غرام باليوم أو 1 غرام باليوم كربوهيدرات، واحنا تناولنا 5 غرام كربوهيدرات، فالجسم راح يستعمل 1 غرام لحاجته، والخمسة غرام الأخرى تنخزن على شكل فات، على شكل كلايكوجين مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقة. نفس الشيء أيضا إذا تناولنا فات أكثر من حاجة الجسم، فالجسم راح يأخذ كفايته للإنجاز أو لغرض أيضا الحيوي اللي يحتاجه، تكوين جدار خلية، تكوين فات، إنرجي، إتسترا. والفائض من الكربوهيدرات، يعني الزيادة من الفائض من الدهون، الزيادة من الدهون تخزن في الأنسجة الدهنية على شكل ترايجلسرايد مثل ما ذكرنا أيضا. لكن البروتينات، إذا تناولنا كمية زائدة من البروتينات، الجسم يأخذ حاجته والزائد يطرح، يعني الجسم يطرحه من خلال بروسيس راح نذكرها يعني خلال هاي المحاضرة. أكو نوعين من الأمينو أسيد، هي essential amino acid احنا ذكرناه في المحاضرة السابقة، والنون essential amino acid. النون essential amino acid هي either derived from diet or synthesized in body، يعني الجسم ممكن أن يخلقها، فأما تتناولها من تأتيك من الطعام، البروتينات اللي تتناولها بالطعام، أو الجسم ممكن أن يخلقها. الـ essential amino acids are obtained just from are obtained
احنا the essential amino acid are obtained just from the diet. يعني احنا البادي جسم ما يستطيع ان يخلق هذا الامينو اسيد، فلازم ان نكون نتناولها مع الطعام حتى تحتاج، حتى يعني البادي سيل تستفاد من هذا الامينو اسيد لتخليق بروتينات معينة. even if the if one of amino acid is deficiency deficient protein synthesis cannot take place. يعني امينو بروتين يتكون من مثلا 100 امينو اسيد، واحدة من الامينو اسيد الينين، خلينا نفرض الالينين اذا ما تناولناه على سبيل المثال او ما متوفر ما موجود بالجسم، فهذا البروتين ما راح يتكون. واضح؟ In adult, the rate of synthesis of a protein balance, the rate of synthesis of proteins balance the rate of degradation so that nitrogen balance is maintained. يعني ايش قد كمية البروتين اللي دي تتكون تكون موازية للبروتين اللي دي يتحطم او دي degradation من العضلات، من ال يعني البروتينات اللي بالجسم. لهذا يكون التوازن النيتروجيني is maintained، يعني محافظ على التوازن النيتروجيني. هذا الفيجر يشوف لنا overall metabolism of amino acid. البادي امينو اسيد بول، هذا البادي امينو اسيد بول منين يجي؟ من الدايتري بروتين، البروتين اللي احنا نتناوله مع الطعام، او بريك داون اوف بادي بروتين اللي احنا هسه هنا ذكرناه قلنا degradation. يعطينا هذا البروتين، هذا البروتين شو يعطينا؟ هذا الامينو اسيد. يعني طبعا ورا الهضم او الدايجشن هذا الامينو اسيد يستعمل اما لسينثيسيس اوف بودي بروتين، واللي بكميه هذه الكميه من 300 ل 400 جرام بير داي، او سينثيسيس اوف سبيشاليزد برودكت مثل هيم بيورين بيريميدين كرياتين انزيم هرمون اتسترا. يعني اي نوعيه من البروتينات السبيسيفيك بروتين مثل هرمونات او انزيم معين، انزيمات معينه، او الامينو اسيد ممكن ان يتجزأ او يتحلل الى كيتو اسيد. يعني هو الامينو اسيد يتكون من جزء كربوني وجزء اميني، فينفصل الامونيا من الكربون فيعطينا الكيتو اسيد اد امونيا. الامونيا تتحول الى يوريا، والكيتو اسيد يتحول اما اوكسيديشنز تكوين انرجي، او كلوكونيوجينيسيس حتى يكون جلوكوز، او نون اسينشال امينو اسيد حتى يكون يرجع يكون نون اسينشال امينو اسيد اللي احنا هنا ذكرناها. النون اسينشال امينو اسيد ممكن ان تتخلق، ف من هذا السكيلتال الكربون سكيلتال، يعني الهيكل الكربوني للامينو اسيد، للامينو اسيد ممكن يخلق لها. نبدأ بالدايجشن اوف بروتين. قبل ما نبدأ بالدايجشن اوف بروتين احنا نحتاج ان نعرف الستركتشر امينو اسيد، الستركتشر اوف بروتين. فهنا هناك اربع انواع اوف ستركتشر. الستركتشر اللي هي برايمري بروتين ستركتشر، اللي هو فقط سلسله مال امينو اسيد مرتبطه بصوره على شكل سلسله، ما متكوره او تكون على 3 دايمنشن، مو 3 دايمنشن. سكندري بروتين ستركتشر، الهيدروجين بايندينج اوف ذا بيبتايد باك بوينت كوزد ذا امينو اسيد تو فولد انتو ريبيتنج باترن بهذا الشكل، يعني شلون الحلزون. التيرشري بروتين ستراكشر واللي هو الاغلبيه، يعني اغلب البروتينات تكون على هذا الشكل 3 دايمنشن. طبعا هذا 3 دايمنشن هو نفسه هذا السلسله، لكن تتركب بطريقه او يعني فورمد بطريقه انه 3 دايمنشن، بحيث اكو اواصر بين السلسله تخليها بشكل 3 دايمنشن. يعني شلون الكره مال صوف او الى اخره. هذا الشكل هو اللي يكون فعال، يعني هذا الاكتف فورم اوف بروتين، يعني فانكشنينج بروتين اللي هو يكون فعال بهالطريقه. الكويترنري
بروتين ستراكشر، اللي هو هذا نوعين من البروتينات، شوفوا الوان مختلفه، نوعين من البروتينات ترتبط بطريقه بروتين كونسيست اوف مور ذان 1 امينو اسيد تشين، يعني امينو اسيد هاي تشين ويا امينو اسيد ايضا ثانيه تتكون 3 دايمنشن، هاي 3 دايمنشن تربط بأواصر معينه حتى تكون الشكل هذا. مختصر شارت مختصر، هو هذا واحد من اللي انا ضفته للدايجشن بس يبسط. فالبروتين دايجشن يبدا الهضم مالته بالستومك، بعدين بنكرياس، ومن ثم انتستاينال سيل. بالستومك اكو نوعين من الانزيمات اللي هي تلعب دور بعمليه هضم البروتين اللي راح نجيها لاحقا، اللي هو رنين وبيبسين. بالبنكرياس هناك 3 انزيم اللي هي بروتيز انزيم، اللي هي الانزيمات اللي تبدي تهضم او تكسر اواصر البروتين على مود يتكسر ويتكون شكل يتحول الى بيبتايد ومن ثم الى امينو اسيد. يعني البروتين هو يتكون من سلسله او من مجموعه احماض امينيه، فهاي بالبنكرياس تبدي هذني الانزيمات تكسرها، اخيرا تروح بالانتستاينال سيل على مود تكمل عمليه الهضم بوجود ايضا هذني الانزيمات اللي هي اليوسين امينو بيبتايدز، برولين امينو بيبتايدز، والداي بيبتايدز، اند تراي بيبتايدز. فبروتيوليتيك انزيم، البروتيوليتيك انزيم هي البروتينات اللي تحلل البروتينات، يعني تجي من البروتيو هي الانزيمات اللي تبدي تحلل الانزيم، وهي تتعرف also called proteases او بروتينيز or peptidase. الاز هي انزيم، فبيبتايديز هو الانزيم اللي يحلل البيبتيدات والبروتينات. فهذه اسماء ثلاثه لنفس اللي هي نفس الكاتيجوري او نفس الجروب او العائله مال الانزيمز. any of a group of enzyme اللي هي any of a group of enzyme that break the long chain like molecule of a protein into shorter fragment peptide and eventually into their component amino acid. فهذان الانزيمات هي تكسر اللونج تشين بروتين الى شورت بيبتيدات. The proteolytic enzyme including احنا ذكرناها هنا اذا نقدر نرجع endopeptidase and exopeptidase. من اسمه اندو داخلي، اكسو خارجي. اندوبيبتايدز they act on peptide bond inside the protein molecule so that the protein became successfully smaller and smaller unit. This group including pepsin, trypsin, chemotrypsin and elastase. واضح؟ يعني تروح يعني هسه هذا البروتين الاندوبيبتايد تروح على الداخل تبدي تكسر هاي الاواصر اللي داخليه، مو الاطراف، مو هاي الاطراف الهاي وهذا، تبدي تدخل على الداخل. اما الاكسوبيبتايدز which act at the protein bond only at the end region of the chain. This group include يعني تبدي تهضم تبدي عمليه كسر الاواصر من الاطراف مال بروتين، هذا الطرف ولا الطرف النيتروجيني والطرف الكربوكسيلي. فهي كربوكسيل بيبتايد act on the peptide bond only at the carboxyl terminal end on the chain. يعني هذا الكربوكسيل بعد سي دبل او هي هذا الكربوكسيل تيرمينال. اما الامينو بيبتايد من اسمه امينو بيبتايد يجي على الان تيرمينال الامونيا هذا التيرمينال اللي هو بي نيتروجين الامونيا تيرمينال which act on the peptide bond only at the amino terminal and on the chain. زين مثل هاي ما شوفتكم بالصفحه بالاول صفحه، طبعا للاسف ما اقدر ارجع. The digestion of a protein is affected by enzyme in wing in the stomach, pancreas and intestinal cell. بالستومك
اللي احنا نسميها gastric digestion of protein, gastric digestion in the stomach, hydrochloric acid HCl, يعني حامض hydrochloric is secreted. It make the pH optimum for the action of pepsin and also activate pepsin. The acid also denature the protein. يعني شنو denature؟ denature هسه لو نجي البيضة من نجي هي سائلة، من نجي نعرضها الحرارة من نخليها بالقلاية نقلية شو تحول لشكل الصلب، فهذا البروتين صار بي صار denaturation اللي هو بدأ يعني ينمسخ، يتغير يكون غير فعال، يتغير التركيب مالته والستركتشر مالته. فشنو انا بس خليتكم تعريف بسيط للبروتين denaturation is a process in which protein lose the الشكل احنا قلنا الرباعي والثلاثي الكواتيراري structure and tertiary structure and secondary structure اللي هي تكون اللي هو يكون بشكل بحيث مربوطه، فهاي تبدي اكو اواصر داخليه تبدي تتكسر نتيجه الحراره، نتيجه الحامض، نتيجه الى اخره. which is present in their native يعني native state يعني الشكل الاصلي للبروتين. تبدي تنكسر الاواصر الداخليه بحيث يكون يصير denaturation by application of some external stress or components such as strong acid مثل ما قلنا or base. فبال بال بال بالمعدة شنو اكو acid media فيبدي يسوي denaturation. شنو الغاية بالني or base a concentrated inorganic salt and organic solvent مثل الكحول or chloroform radiation or heat مثل احنا دا نشوف فيجر. فهذا قلنا البروتين، هذا بروتين هو الشكل ال 3 دايمنشن، متعرف على الهيت شي يصير ينفتح يرجع على شكل السلسله مال الامينو اسيد. هاي شو تساعد بالعمليه الهضم؟ تكون تساعد على انه الانزيمات الهاضمه اللي ذكرناها واللي راح نذكرها ايضا تقدر ان توصل للجزيئات او للجزء الداخلي للبروتين، وتبدي لان قلنا اكو بروتين اكو انزيمات تدخل على تشتغل على الاطراف، هذا الطرف هذا الطرف، اكو انزيمات تدخل على الداخلي اندوبيبتاديز. اندوبيبتاديز راد ديناتشريشن على المود ينفتح وممكن ان يعني تخترق هذا الستركتشر وتدخل وتوصل للبروتينات للامينو اسيد وتكسر اواصر الامينو اسيد. فالستومك انزيم احنا ذكرناها رنين اند بيبسين. رنين otherwise called الكايموسين. كايموسين is active in infant and is involved in the curdling of milk. It is absent in adult. يعني هذا الرنين موجود فقط بالانفنت بالاطفال وحتى يهضم الحليب بس ما موجود بالبالغين. Milk protein casein is converted to paracasein by the action of renin. فإذا هذا الإنزيم هو يستعمل لهضم الحليب milk in infant. The denaturation protein is easily digested further by pepsin. زين. هسه نجي بيبسين. It is secreted by the chief cell of the stomach as an inactive pepsinogen. يعني أول شيء ينفرز عن طريق الاستومك بشكل بيبسينوجين اللي هو يكون inactive. The conversion of pepsinogen to pepsin is brought about by remove of 44 amino acid from N-terminal and by the hydrochloric acid. يعني من ينفرز من الستومك البيبسينوجين يتحول الى بيبسين عن طريق الهيدروكلوريك اسيد الموجود بالستومك، راح يقطع من الطرف النيتروجيني ان تيرمينال 44 امينو اسيد حتى يحوله للشكل الفعال اللي هو بيبسين. The optimum pH for activity of pepsin is around 2. pH 2 اللي هو الحامضي. Pepsin catalyze hydrolysis of bone from formed by carboxyl group. يعني شلون يشتغل البيبسين؟ بيبسين يحلل او يكسر الاواصر
اللي فورد باي كاربوكسيل جروب اوف هذا الامينو اسيد اللي هي فينالفرين تريبسين تريبتوفان اند ميثونين، هذا المختصر مالتنا. By the action of pepsin, protein are break down into short peptides. فهسه تحول بالستومك من بروتين الى سلسله short peptide. زين هسه راح اشوفكم اياها بالاخ، يعني نهايه هاي الشرح شكل معين، شكل يوضح هذا الشيء. هذا الشكل المفروض يعني بعد السلايد، بس ما قدرت القي له مكان فضفته هنا أنا. فهذا مختصر للدايجشن اوف بروتين. البروتين مثل ما قلنا شكل، خلي اشغل البوينتر. البروتين هو شكل ثلاثي الابعاد، مجموعه هاي شنو امينو اسيد، كل كره هنا هي امينو اسيد بشكل ثلاثي الابعاد. هذا الشكل هو الاكتف. فمن تبدا عمليه الهضم هذا السهم دايجشن اوف بروتين، اول خطوه شو يتحول؟ يتحول الى بيبتايد، ينفتح السلسلة وتتحول إلى بيبتايد، يعني جزء منه يتكسر. بعدين البيبتايد يستمر عملية هضم بوجود إنزيمات هضم تقوم تكسر هاي الأواصر حتى تعطيني أمينو أسيد. عملية السينثيسيس أوف بروتين هي عملية عكسية، هي إحنا عندنا نهضم أمينو أسيد، هسه من انهضم تحول إلى انهضم البروتين تحول هنا إلى أمينو أسيد. زين أمينو أسيد ليش صارت عمليه هضم؟ عمليه استفاد منه الجسم، ينتج هرمون، ينتج بروتين، ينتج هيم، ينتج مجموعه مايوغلوبين، اني اذر بروتين. فشي يصير هاي الامينو اسيد ترتبط فيما بينها لتكون شنو بالبدايه؟ بيبتايد، والبيبتايد يتحول الى 3 دايمنشن، يطول ويتحول الى 3 دايمنشن حتى يكون بروتين. هسه نرجع على اخر جزء بالدايجستشن اللي هو وين انتستانال دايجستشن اوف بروتين. كومبليت دايجستشن اوف سمول بيبتايد، هسه احنا تحولنا من بروتين الى بيبتايد، وبيبتايد ايضا تكسر الى بيبتايدات اصغر. اخر شيء هو بالانتستانال دايجستشن اوف بروتين، كومبليت دايجستشن اوف سمول بيبتايد to the liver to the level of amino acid is brought about by enzyme present in intestinal juice. Sulcus enteritus. The luminal surface of intestinal epithelial cell containing the following enzymes. هذين الانزيمات احنا مثل ما ذكرنا، هي الانزيم ليوسين امينو بيبتايدز، برولين امينو بيبتايدز، وداي داي بيبتايدز اند تريبيبتايدز. هذين الانزيمات هي تنهي اخر خطوه بعمليه الهضم، تكسر جميع البيبتايد اللي تحوله الى امينو اسيد. هسه انتهينا من عمليه هضم البروتين، الجسم يعني تحويل البروتين ستراكشر الثلاثي حولناه الى اول شيء بالهضم بالستومك، بعدين بالبنكرياس افرازات البنكرياس، بعدين بالسمول انتستين او بالانتستين يتحول الى فاينالي الى امينو اسيد، جزيئات امينو اسيد اللي احنا قلنا الكرات موحدها. بعدين الامينو اسيد ايش راح يتحول؟ هسه راح يبدي يمتص حتى يروح للبلاد ستريم. فابسوربشن اوف امينو اسيد. The absorption of amino acid occur mainly in the small intestine. It is energy required process. شنو energy required process؟ يعني تحتاج energy، تحتاج ATP. These transport systems are carrier mediated and or ATP sodium dependent transport system. There are 5 different carriers for amino acid. يعني كل group of amino acid تحتاج different carrier. هاي الجروب تحتاج different carrier. هاي الجروب لها carrier. Group 5 beta amino acid. بيتا الينين مثل الينين يحتاج ديفرنت، يعني سبيسيفيك كارير. ما راح ادخل بالتفاصيل، بس اذا اكو 5 جروبات اوف امينو اسيد، كل جروب او جروب من الامينو اسيد هي تحتاج الى كارير معين. زين ورا ما تكون، ورا ما انهضمت الامينو اسيد وانتصت بالبلاد ستريم وراحت الى الليفر، ميلي الى الليفر، جزء منها قلنا يتكون امينو اسيد، جزء منها يتكون يتحول الى مثل ما شفنا بالسلايد الاولاني او السلايدات الاوليه، انه جزء منها يتحول تكوين السينثيسيس اوف بروتين وسينثيسيس اوف سبيسيفيك بروتين.
الفيجر الأول أو الثاني حسب ما، لأن بالحقيقة ما أقدر أرجع. formation of ammonia راح جزء منها قلنا يتحول إلى keto acid and ammonia، فتتكون الأمونيا. the source of and fate of ammonia are shown in figure below. هذا الفيجر source and fate of ammonia. the first step of catabolism of amino acid is to remove the ammonia group. يعني amino acid هو structure، راح تحبون بس روحوا للجوجل وكتبوا structure of amino acid راح تشوفون اكو جزء كربوني وجزء ammonia. الأمونيا هي اللي راح تنفصل وتكون، فالجسم شو راح يتخلص منها. ammonia group. the first step of catabolism of amino acid is to remove the ammonia group as ammonia. this is the major source of ammonia. however, small quantities of ammonia may also be formed from catabolism of purine and pyrimidine bases. ammonia is highly toxic, especially to the nerve system. detoxification of ammonia is by converted to urea and excreted through urine. زين. فذن الأمينو أسيد أو ذن المركبات تطرح الأمونيا منها، تحول إلى أمونيا بور، وأمونيا بور تنقل عن طريق الجلوتامين، أسبراجين واليوريا. طبعا الجلوتامين أيضا تروح للليفر تكون اليوريا. dispose detoxification of amine، يعني شلون الجسم يتخلص of ammonia. طبعا شلون الجسم يتخلص من الأمونيا. first line of defense، طبعا الأمونيا احنا قلنا highly toxic، السلايد اللي قبل highly toxic، فالجسم لازم يتخلص من الأمونيا. فأول خطوة هي first line of defense هي trapping of ammonia، يعني يحجز الأمونيا. شلون نحجز الأمونيا؟ bring highly toxic ammonia should be eliminated by detoxified as and when it is formed. يعني الأمونيا هي highly toxic، فيجب أن تنحذف، يجب أن الجسم يتخلص منها. even very يعني small quantity of ammonia، minute quantity of ammonia may produce toxicity in central nerve system. but ammonia is also produced by almost all cell including neurons. The intracellular ammonia is immediately trapped by glutamic acid to form glutamine. يعني glutamic الأمونيا تتكون رأسا تربط ويا glutamic acid to form glutamine. especially in the brain cell. the glutamine is then transported to liver. يعني هاي العملية هي عملية حز الأمونيا وتحويلها، يجي الجلوتاميك أسيد يربط ويا الأمونيا المتحررة ويحولها إلى جلوتامين، وهذا الجلوتامين يتحول إلى الليفر حتى يبدي يسوي لها ميتابولايز للأمونيا، يتخلص من الأمونيا. where the reaction is reversed by the enzyme glutaminase. the ammonia thus generated is immediately detoxified into urea. aspartate acid may also undergo similar reaction to form asparagine. ماشي. فأيضا aspartic acid may also undergo similar reaction to form asparagine. transport of ammonia inside the cell of almost all tissue. the transamination of amino acid produces glutamic acid. however, glutamate dehydrogenase is available only in the liver. therefore, the final deamination and production of ammonia is taking place in the liver. يعني أول ما يتكون هنا قلنا أول شيء تراب الأمونيا، أول ما يتكون الأمونيا تتفاعل ويا الجلوتاميك أسيد تحول جلوتامين، الجلوتامين هو يتحول إلى الليفر. بالليفر therefore the final deamination بالليفر الجلوتامين راح يصير deamination، يزال منه الأمونيا حتى تنتج لنا شنو؟ أمونيا. هذا وين؟ بالليفر. وبالتالي glutamic acid act as a link between ammonia group of amino acid and ammonia.
amino group of amino acid and ammonia. The concentration of glutamic acid in blood is 10 times more than other amino acid. Glutamine is a transport form of ammonia from the brain and intestine to liver, while alanine is the transport form from muscle. فنفس عملية التراب الجلوتاميك يتفاعل ويا الجلوتاميك يتفاعل ويا الامونيا ينقلها للليفر، بالليفر اكو انزيم يسموه جلوتاميت جلوتاميت خلي اظلي لكم اياه جلوتامين ترانس ديهيدروجينيز، هذا شو يسوي؟ جلوتامين ديهيدروجينيز يفصل يسوي دي امينيشن للامونيا من الجلوتامين، واضح؟ وأكو أيضا الألينين is also transport from the muscle. هلا أطلع من هذا. أعرف ليش هذا راح from the muscle. Final disposal يعني الخطوة الأخيرة للتخلص من الأمونيا هي the ammonia from all over the body those reach liver. It is then detoxified. Detoxification أو detoxified to urea by liver. يعني الأمونيا ستكونت الأمونيا كلها تحولت إلى الليفر. شو يصير بالليفر؟ يحول الأمونيا إلى يوريا. And then excreted urea excreted through kidney. Urea is the end product of protein catabolism, metabolism. Although ammonia is toxic and has to be immediately detoxified in kidney cell, ammonia is purposely generated from glutamine with the help of glutaminase. This is for buffering and acid, and maintaining acid base balance. أيضا أمونيا تستعمل للمحافظة على ال نحافظ على الاسيد بيس بالانس التوازن التوازن الحامض التوازن البي اتش بالجسم. هسه قبل ما ننتقل للسلايد الاخر ولو احنا راح نذكرها بالسلايد الاخر خلينا نمشي. فهسه راح نجي احنا قلنا الامونيا تتحول الى اليوريا، شلون تتحول الى اليوريا؟ هاي النقطة مهمة. فهي عن طريق اليوريا سايكل، هاي الفقرة هي تاريخية على الأكثر يعني مو مهمة بالنسبة لكم. يعني تاريخية انه شلون بدأت وش سموه ومن اخترعها ومن اكتشفها اليوريا سايكل. فأول خطوة طبعا اكو فيجر هو بالأخير يعني بسلايد تقريبا 16 أو 15 هو الخطوات مال هذه. فأول شيء الأمونيا هي formation of carbomyl phosphate. هاي الخطوات شنو الشرح مالتها طبعا راح انتم لازم تشوفون الفيجر قدامكم وتشرح وتفتهمون هاي التفاصيل. طبعا التفاصيل انا ذاكرها بالفيجر، فيجر هو انا مسميه فيجر 6، راح تقدرون تروحون عليه. واذا عندكم اي سؤال جس روحوا للجروب وسألوا السؤال ونشروه، سووا له شير بالكلاس جوجل كلاس كلاس روم. انا راح ارجع على يعني راح اعبرها لان هي راح اشوفكم اياها بالفيجر. فهنا خمس خطوات، خمس خطوات هسه راح تشوفوها احنا بالفيجر. فالامونيا بالنهايه شو تحول؟ الأمونيا تتحول إلى يوريا. فعن طريق شنو اسمها يوريا سايكل. أكو فد باثوي نعم هي باثوي أو سايكل شلون إحنا قلنا كريب سايكل. أكو يوريا سايكل، هاي اليوريا سايكل تأخذ الأمونيا وبمساعدة أيضا كريب سايكل تدخل وتحولها إلى يوريا. حتى اليوريا هي ممكن أن تطرح عن طريق الكلى ونتخلص من الأمونيا. Disorder of urea cycle كأطباء أنتم لازم تعرفون شنو اللي يصير إذا urea cycle disorder. طبعا عادة هي disorder of urea cycle
معناته اكو خلل باليوريا سايكل. اما واحد من الانزيمات هو دي يكون ديفشنسي او ميوتنت، يعني صار بطفره وراثيه بحيث ما دي يشتغل او يكون ان اكتيف او يكون دي نيتشر يعني الى اخره. فبالنتيجه الامونيا ما تتحول الى يوريا، فيصير هايبر امونيوم، والهايبر امونيوم احنا قلنا هي فيري توكسيك وتسبب لنا مشكله، مجموعه مشاكل. وهاي الكلينيكال سيبتمز اوف اتسترا اتسترا، هاي تقدرون تقروها، واي يعني سؤال ممكن تسألوه من خلال الجروب. طبعا هذا الانزيمات هي اللي تسيطر على اليوريا سايكل، يعني اللي هي تدخل بعمليه اليوريا سايكل. فاي واحد ديفشنسي راح تمنع تحويل الامونيا الى يوريا، وبالتالي راح تتكدس الامونيا وتكون توكسيك، وايضا ما تنطرح باليوريا. فاكيوميليشن اوف امونيا ان بلاد، فاذا طبعا ما تحتاج اقروها طبعا، بس تحتاجون تعرفون بس اللي مظللات بالبولد، الارجينين سكسينيت سينثيسيس ديفشنسي، ارجينين سكسينيت لايسيت ديفشنسي، ما يحتاج تعرفوه بهالمرحله انه شنو التفاصيل مالتها. فقط اني اطلب منكم اذا الست نقاط ارجينين ديفشنسي فقط، هاي النقطه ما تحتاج، يعني اللي مطلوب منكم خلي اظل له. انا طبعا ما اعرف ليش يروح المطلوب منكم هو لحظة خليني أشوف أقدر أسوي، مطلوب منكم إنه فقط هذا 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 وهذا 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 بس. The accumulation of ammonia in a blood normally less than 40 milligram per deciliter or من 30 إلى 60 micromolar per liter. The body fluid result in toxic symptoms. Nowadays, defect in enzyme of urea cycle are detected in newborn or neonatal blood, يعني حديثي الولادة أو بعدهم بالأجنة، by tandem mass spectrophotometry بطريقة معينة. هاي الطريقة spectrophotometry. Tandem mass spectrophotometry. هسه هاي هي اليوريا سايكل اللي احنا شرحنا الخطوات، قلنا اكو خمس خطوات، هاي خطوة واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة. يوريا سايكل سمري نوت ذات اسبارتيت انتر اند فيوميريت ليفز ات ديفرنت ستيب فور ذيس ديتيل بليز سي فيجر. هذا يعني اخر فقرة عفوها ما تحتاجها. فهنا الامونيا، الامونيا قبل ما تدخل الكريبس هي هاي اليوريا سايكل، يوريا سايكل امونيا اول خطوة تتفاعل ويا سي او 2 شنتج لنا تتحول لنا الى كربوميل فوسفيت. الكربوميل فوسفيت ايت فوسفيت مثل كريبس سايكل، يتفاعل ويا الاورينتين يعطينا سترولين، سترولين يتحول الى ارجينين سكسينيت بوجود الارجينين. طبعا هذا ارجينين راح اشوفكم في جار ثاني يكون يجي من الكريب سايكل، كريب سايكل تعطينا الارجينين الاسبراتي اسبارتيت وتدخل، والارجينين يتحول الارجينين سكسينيت يتحلل، يعني ينفصل الارجينين ينفصل عن السكسينيت يعطينا ارجينين، والارجينين ايضا ينفصل يعطينا يوريا وال الاورينتين. اليوريا وين قلنا تطرح بالكدني، عن طريق الكدني. هذا الفيجر هي نفس اليوريا سايكل، طبعا هاي اليوريا سايكل، ودي يشوف شلون تتداخل ويا يوريا سايكل اند اتز ريليشن وذ سيتريك اسيد سايكل، شلون تتداخل ويا التي سي اي سيتريك اسيد سايكل او كريب سايكل. هاي الكريب سايكل، كريب سايكل يتداخل ويا اليوريا سايكل عن طريق يوفر لها الاسبراجين الاسبراجيك اسيد ويتفاعل ويا سترولين حتى يعطينا ارجينين سكسينيت واللي احنا ذكرناه، والارجينين يتحول الى ارجينين وارجينين يعطينا يوريا اند اورينتين وتعيد الدوره. طبعا هاي النقاط راد يعني تنتبهوا هذا الفيجر تقروه بالتفصيل. ماشي. فاينالي يوريا ليفل، احنا
ناو هسه يعني انتم كطلاب طبيه انتم تعرفون او المفروض تعرفون، واذا ما تعرفون راح اعطيكم اياها هسه. الكدني فانكشن تيست، هسه من اقول له روح سوي كدني فانكشن تيست، شي دز الطبيب يدز يوريا كرياتين، يشوف اليوريا نسبة اليوريا، نسبة اليوريا اذا عالية لان اليوريا مين اللي تطرح مين؟ تطرح عن طريق الكدني، فاذا الكدني هي ديفكت يعني اكو ديفكت بالكدني، فيلر كدني، فيلر كدني، اذن يعني مجموعه امراض معينه ما اريد ادخل، بس خلينا نقول عجز كلوي او ديسفانكشن بالكدني، ايش راح تسوي؟ راح ما راح تطرح اليوريا، فحتى احنا نختبر انه او تيست لليوريا فانكشن، نقيس اليوريا ونشوفها يوريا عاليه او من ضمن الرينج الطبيعي، الرينج الطبيعي هو بين العشرين والأربعين، بين العشرين والأربعين، فقيس اليوريا بالبلاد ونشوف إذا بين عشرين وأربعين نورمال كيدني فانكشن، إذا أكثر من أربعين يعني أكو فد ديفكت بالكيدني فانكشن، ومعناته أكو فد مشكلة بالكيدني. عادة على أغلب الأطباء شو يقول اللي عنده كدني فيلر؟ لا تاكل بروتينات. ليش لا تاكل بروتينات؟ حتى شنو؟ حتى ما تتكسر البروتينات وتتحول الى امينو اسيد، يتحول الى امينو اسيد ومن ثم تتحول الى يوريا، تتحول تنتج لنا امونيا والامونيا تتحول الى يوريا واليوريا تتكدس لان اليوريا ايضا من تكون نسبتها عاليه 100 150 الى اخره تكون ايضا توكسيك، هذا الليفل يكون توكسيك ويأثر على خلايا الجسم كلها وإلى أعضاء الجسم. فلهذا إنه يوريا ليفل ان بلاد هي مهمة لتشخيص الكيدني فانكشن، والكيدني فانكشن أيضا كما ذكرت إنه إذا شخص عنده ان أديكويت بالكيدني فانكشن أو المشكلة بالكيدني راح يقول له لا تاكل أو قلل البروتينات على مود شنو ما تتكدس اليوريا، قلل من اليوريا. بالمختصر هسه انا خلصت المحاضرة ان شاء الله، بالمختصر احنا عندنا بروتين، بروتين هو ياخذ عدة اشكال بس الشكل الفعال هو يكون 3 دايمنشن مرتبط بأواصر داخلية بحيث يكون شكل شلون الكورة مصوف، خيوط مصوفية، البيبتايد متكعورة بشكل او ماخذة فولدد بشكل حتى تكون فانكشنينج وفعال. البروتين من نتناوله يبدا الهضم بالستومك عن طريق ستومك انزيم دايجستيف انزيم، وعن طريق البنكرياس ايضا تبدي تهضم تفرز انزيمات، واخيرا بالانتستانال كسر كل البيبتيدات المتكونه وتحولها الى امينو اسيد. الامينو اسيد راح ينهضم او يمتص يتحول الى الليفر، الليفر طبعا اما يخلق بروتين، يخلق هرمون، يخلق انزيم، يخلق اي شيء سينثيسز اني كايند اوف بروتين. والريس حتى يتخلص منه قلنا البروتين ما ينخزن، الريس يتخلص منه عن طريق اليوريا سايكل، الامونيا اللي تنطرح من الامينو اسيد تروح الى الكدني ايضا، العفو تروح الى الليفر، والليفر يدخلها يوريا سايكل حتى يكون اليوريا، واليوريا تطرح مع الادرار. اي سؤال حاولوا تنزلوه او يعني ترسلوه عن طريق الجروب. فانا هسه انتهينا.